القاهرة دكتور سليمان العميرات أستاذ الأدب العربي بجامعة قطر. مرحبا بك دكتور سليمان، حياكم الله، أهلا وسهلا. حياك الله وبياك دكتور. كنا نتحدث مع الدكتور حمدي وتحدثنا بدءا في استهلال يعني عن الفرق الأساس بين الفصحى والعامية، أو إن شئت قل اللهجات العامية عموما. في الحقيقة هناك فرق أساس. الفصحى هي لغة قياسية، نعم، وأما العامية فهي لهجة منحرفة عن النظام اللغوي لتلك اللغة القياسية. نعم. فنستطيع أن نقول إن اللغة العامية هي طريقة كلامية منحرفة عن اللغة الأصل، وهذا الانحراف يعني في أكثر اللغات موجود. هذه اللغة العامية تستعمل في المواقف غير الرسمية، وهي ظاهرة طبيعية موجودة في أكثر اللغات. نعم. ولكن نسبة الاختلاف بين اللغة العامية واللغة الفصيحة في اللغات الأخرى يعني تتراوح بين 10 إلى 15%. أما عندنا في اللغة العربية فهناك خصوصية بأن اللغة العامية عند العرب قد أعطيت فوق قيمتها أو فوق حقها، وأحلت محل الفصحى، فأصبح الفرق بين العامية والفصحى فرقا شاسعا، فجوة كبيرة أو جدار عازل بين العامية وبين الفصحى. حتى يخيل إلى السامع الأجنبي الذي يعرف العربية الفصحى، إذا سمع العرب يتكلمون العامية هو يظن أنها لسان آخر. ثم سأقول لكم شيئا، مجرد المقايسة بين اللغة